important news in all their projects, this signature, this agreement is going to open. الاتفاقية التي وقعناها اليوم مع مؤسسة أضواء رايت تدخل ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة لمصرف السلام الجزائر لمرافقة صغار حملة المشاريع والمؤسسات الناشئة والنشاطات الاقتصادية النسوية المنزلية، يعني ما يسمى بالمؤسسات المتناهية الصغر، مرافقتها من حيث تمكينها من الحصول على خدمات مصرفية إسلامية التي عادة ما تكون محرومة منها بسبب صغر حجمها ووضعها الاجتماعي الخاص. وأيضا اليوم الانطلاقة الأولى لتمويل 10 مشاريع، والشكر إلى الأخ مدير العام لبنك السلام، راح تكون انطلاقة لأنه اللقاء راح يكون في ولاية ورقلة بلك منا على أيام قليلة إن شاء الله مع المجتمع المدني، حتى نعمم هذه التجارب ونعمم هذا التوجه اللي ركزنا عليه في المنتدى الوطني للمجتمع المدني اللي انعقد منذ أيام قليلة.